صباح الخير، اتمنى تكونوا بخير وانتم بتشوفوا فيديو النهارده. وصفتنا النهارده هي خبز النان. خبز النان خبز هندي بيقدم بجوار الباتر تشيكن. حقيقه وصفه النهارده طويله شويه، وعشان كده هقسمها لكم على جزئين. الجزء الاول هنعمل فيه خبز النان، والجزء الثاني هيكون الباتر تشيكن. انا اسمي بسمه ودي قناتي. بتمنى لو بتشوفوني لاول مره تشتركوا في قناتي ولايك وشير لو عجبكم الفيديو. اكله النهارده انا اكلتها في الهند، من كتر ما أعجبت بيها أصريت أني أعرف طريقتها من الشيف نفسه، واحتفظت بيها وبعملها من كل وقت للتاني. النهاردة هشارككم الوصفة الجميلة دي، جربوها واكتبوا لي رأيكم في الكومنتس. ودلوقتي يلا نبدأ بالمقادير، واللي هسيبها لكم بالتفصيل في صندوق الوصفة. هنحتاج 2 كوب كبير من الدقيق، ربع معلقة كبيرة بيكنج سودا، معلقة كبيرة بيكنج باودر، 3/4 معلقة كبيرة ملح، 2 معلقة كبيرة زيت نباتي أو دوار الشمس، وربع كوب من الزبادي. هنحتاج كمان نص كوب ميه، وهنضيف على المكونات الجافه تدريجيا، ونص معلقه كبيره بودره الثوم. دلوقتي هنبدا في وصفتنا. هنضيف الدقيق في الستاند ميكسر، وطبعا تقدروا تعجنوها عادي جدا في بول عاديك، وهتاخد منكم تقريبا 5 دقائق. هنبتدي كمان نضيف باقي المكونات الجافه، واللي هي البيكنج باودر، والبيكنج صودا، الملح، بودرة الثوم، هنقلب المكونات. بعدين هنضيف الزيت، وهنضيف الياجورت أو الزبادي، وهنضيف جزء من المية مش كلها. هنقلب كمان، وهنضيف الجزء التاني من المية، ونعجن في الستاند ميكسر. لو بتعملوها في الستاند ميكسر لمدة 10 دقايق كويس جدا. هنطلع العجين بتاعنا، العجين بتاعنا طري جدا وهش، ولسه كمان لما يخمر هيبقى افضل. هنحطه في بولة ونغطيه بالزيت، ونغطي البولة ببلاستيك راب، ونحطها في مكان دافي، اي مكان دافي عندكم. انا شخصيا حطيتها في الفرن. هنطلعها بعد ساعتين، عجنتنا خمرت. هنبتدي نفردها ونقسمها لكور صغيرة، كل كورة على مقاس رغيف عيش. الكمية دي هتعمل لكم تقريبا 7 رغيف عيش. لو حابين تضعفوا الكمية تقدروا تضعفوا الكمية على حسب أفراد الأسرة. هنغطيها ببلاستيك راب تاني، وناخد بالنا ان العجينة بتنشف بسرعة جدا، لازم تكون متغطية واحنا بنعجنها او بنفردها. هنفردها زي ما انتوا شايفين بالسمك ده، هتكون تقريبا السمك بتاعها 3 ملي. الحقيقة هو بيتعمل أرفع من كده، ولكن أنا عندي في البيت ما بيحبوش الرفيع قوي، فبعمله 3 ملي بيبقى معقول جدا.
انا وريتكم اكتر من واحد علشان ان شاء الله يبقى سهل عليكم ان انتوا تعملوا. خلصنا كل الكمية ودلوقتي هنبتدي نسويه. في طاسة هنضيف شوية زيت، هنحط الخبز، طبعا فقاعات الهواء اللي طلعت على الوش دي اكبر دليل على ان عجينتنا ناجحة وان احنا ماشيين صح. نقلبه لما بياخد لون من تحت علشان كمان ياخد لون من فوق، وبعد ما طلعه هوريكم ازاي ندهنه بالخليط اللي احنا عملناه اللي هو خليط الزبدة مع الكزبرة والثوم. هنبتدي ندهن الخبز بتاعنا. والحقيقة يا جماعة الكوتين دوت أو طبقة الدهن دي بتدي له طعم جميل جدا جدا جدا. ميكس الزبدة مع الثوم مع الكزبرة حاجة يعني واو. هعمل معاكم كمان رغيف. هنبتدي ندهن كويس جدا جميع الأجزاء والجهات، ودلوقتي الخبز بتاعنا. تقريبا كله جاهز. ودي شكله بعد التقديم، اتمنى يا رب يكون عجبكم. وبكده نكون خلصنا وصفة النهاردة، اتمنى تكون عجبتكم واتمنى تجربوها، وبالهنا والشفاء لكل اللي هيجربها مقدما. بشكركم على حسن المتابعة، وما تنسوش لو عجبكم الفيديو تحطوا لايك، واللي ما اشتركش يشترك وفعلوا الجرس علشان يوصلكم كل جديد بقدمه، وشير علشان نساعد اكبر عدد من الناس من المهتمين بالطبخ ان يوصلهم الفيديو. اشكركم واشوفكم على الف خير في الفيديو الجاي. باي.